تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلمين يحييكم، السلام عليكم. واحد الملك سيتي الأول، التجلي الجديد للحضارة المصرية. في إبريل 2021 تابعنا والعالم كله تابع معانا موكب المومياوات الملكية من المتحف القومي في التحرير إلى متحف الحضارة في مدينة الفسطاط. الموكب اللي مر على تمثال الملك رمسيس الثاني وعلى الكباش الموجودة في التحرير ثم كورنيش النيل وصولا إلى الفسطاط وتابع مئات الملايين حول العالم. الرئيس السيسي كان في استقبال الملوك المصريين 22 ملك وملكة، وكانت حاضرة أيضا مديرة عام منظمة اليونسكو. من بين الملوك الذين أعيدت الأضواء إليهم وأصبح حديث العالم الملك سيتي الأول اللي كان ضمن موكب المومياوات الملكية من التحرير إلى الفسطاط. الملك سيتي الأول حضراتكم من أعظم الملوك في مصر، هو الملك المحارب، لأن مصر كان عندها تحديات كتيرة جدا وقتها، سواء من قبائل جهة الغرب من ليبيا كانوا بيعملوا بعض الاضطرابات، أو سواء في المنطقة الشمالية الشرقية حيث الوضع في الشام لم يكن على ما يرام، وكمان الحيثيين اللي كانوا موجودين في آسيا الصغرى والأناضول تركيا حاليا كان في مشاكل كتيرة معهم. فالملك المحارب الشجاع القوي سيتي الأول قدر يظبط كل هذه الجبهات، قدر أنه هو يعمل أمن واستقرار في الجهة الغربية بشكل تام، كمان بسط مرة أخرى وأكد نفوذ مصر في بلاد الشام والسيادة المصرية في الشمال الشرقي بالكامل وصولا إلى الأناضول. كمان حارب الحيثيين وانتصر على الحيثيين في آسيا الوسطى، وبعد كده عمل معاهدة صلح معاهم من معاهدات الصلح التاريخية. إنما طبعا كان ملك مجدد كمان، فبدأ يسجل انتصاراته في لوحات موجودة على جدران المعابد. عشان كده جزء من تاريخ الملك سيتي الأول وانتصاراته كملك محارب منتصر موجود على جدران المعابد المصرية. الملك سيتي الأول هو ابن الملك رمسيس الأول مؤسس الأسرة 19، وهو والد الملك العظيم رمسيس الثاني، يعني رمسيس الثاني ابن سيتي الأول ابن رمسيس الأول مؤسس الأسرة 19. الملك سيتي الأول حضراتكم كمان هو في عهده أول خريطة جيولوجية في العالم، أو هي أقدم خريطة جيولوجية في العالم إلى الآن، وهذه الخريطة موجودة لكنها خارج مصر، موجودة في تورينو اللي موجود عليها كل الأماكن اللي موجود فيها ثروة معدنية في مصر أو مناجم في مصر. تخيل في الوقت المبكر ده خريطة جيولوجية في منجم هنا وفي المعدن ده هنا، وتروح له بالطريقة تحرك بالطريقة دي، شبكة وخريطة متكاملة للوضع الجيولوجي والثروة المعدنية في مصر، هي الأقدم في العالم حتى الآن. الملك سيتي الأول اللي حظي باهتمام وسائل الإعلام منذ ذلك الربيع الرائع في 2021 اللي شهد انتقال 22 من ملوك وملكات مصر من التحرير الفسطاط حيث متحف الحضارة. الرئيس السيسي تحدث لدى استقباله ملوك وملكات مصر وقال بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري إلى متحف الحضارة. وقال الرئيس إن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة الشعب الحارس، وتوقفنا قبل كده عند الجملة الرائعة دي، الشعب الحارس لهذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ. وقال الرئيس إنني أدعو كل المصريات والمصريين لاستلهام روح الأجداد العظام الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية لنكمل طريقنا الذي بدأنا. إذن فقد كان ذلك تجلي جديد للحضارة المصرية بتعبير مديرة عام منظمة اليونسكو، وكان استعراضا ناجحا بلا حدود، ومن وقتها لا يزال حديث جزء من وسائل الإعلام العالمية يتعلق بالملوك والملكات الـ 22 الذين تابع العالم انتقالهم من وسط القاهرة إلى مدينة الفسطاط.
كل تاريخنا العظيم والمجيد هو ركيزة أساسية في القوة الناعمة المصرية.